تاكلين مبسوطة؟ إحساس جميل إحساس جميل. طيب. نقدم الفقرة إحنا ناكل. أكثر تناول البذور صيفاً أو الحب أو شنو يسمونه بعد؟ فصفص. فصفص في الصيف مع جلسات السمر والأصحاب، ولكن ما لا يعرف الكثيرون أن هذه البذور تحتوي على الكثير من الفوائد المهمة للجسم باختلاف أنواعها. فما هي هذه الفوائد وما هي الكميات المسموح بتناولها؟ للمزيد تنضم إلينا أخصائية التغذية ياسمين حداد. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح النور. يعني جميلة الفكرة أصلاً، الفقرة أنه إحنا قاعدين نفصفص ونتكلم في الموضوع. وعادة الواحد لما يبي يأكل حب أو بزر أو فصفص ما نكتفي ب يعني يمكن أقل شيء زي هذا الصحن. فحابين نعرف هل هي فعلاً مفيدة؟ هلا حبيت بلش بالاول عن الحميه. نحن الحميه اللي نتبعها بالشرق الاوسط وببلاد العربيه هي حميه البحر الابيض المتوسط، وهذه الحميه تتضمن العديد من الالياف والبذور والزيوت النباتيه المفيده للجسم. فيعني حميتنا بتتضمن هذه البذور وإلى عديد من الفوائد. طب إيش فائدة؟ طبعا هلا الفوائد المشتركة بيناتهم هن إنه خالية من الكوليسترول، خالية من الجلوتين، وغنية بالألياف والدهون الغير مشبعة. فنحن اليوم حابين نركز عن البذور يلي بنتناولها مثلا بالسهرة او خلال مشاهدة التلفزيون او مثل هلا بالمقابلة. خليني اسالك بانه يعني هل قبل ان ندخل بالموضوع، هل السعرات الحرارية والكميات المسموح فيها بتناولها طبعا قبل تحميصها ولا بعد؟ سؤال كتير حلو، لأنه طريقة التصنيع والتحضير كتير أساسي ومهمة، لأنه في ممكن أنه تتاكل نية، ممكن تتحمص أو تتحمص بزيت، فوقت تتحمص بزيت بيزيدوا السعرات الحرارية تقريبا ضعفين. يعني مثلا تناخد بذر دوار الشمس، مش كثر مسموح لنا بدوار الشمس؟ رح تنصدم وقت أقول لك. إذا ربع نصف كوب مع القشر بيحتوي على 130 سعرة حرارية. يعني تقريبا هالقد، تقريبا هذا هالقد، يعني هيدا المسموح إذا حابب تتناوله كسناك. كوجبة خفيفة. الزيوت اللي فيه كتير كتير مفيدة للجسم. هلأ اللي حابب يزيد وزن طبعا ممكن يأكل أكتر. اللي حابب يحافظ أو يخسر وزن لازم ينتبه كتير على الكمية، لأنه المحتويات تبع البذور يعني دهون بروتينات، مصدر يعني كتير غني بالبروتين. فمشانك أنا بشجع اللي عم يتبعوا حمية نباتية أنه يتناولوا من يكتروا بذور. طيب ياسمين، يعني حابين نتعرف على أنواع البذور اللي عندنا اليوم، لأنه في هناك هذاك النوع الأسود يمكن أنا ما قد شفته قبل كذا أو نتعرف عليها. وإيش السعرات، إيش الفرق في السعرات بينهم؟ هلا اجمالا يعني السعرات الحراريه متشابهه بين 130 ل 200 سعره حراريه نصف كوب من البذور مع القشر. طبعا دون القشر السعرات الحراريه بتزيد، يعني تقريبا اربع معالق كبار بين 130 200 سعره حراريه. هلا بذر الشمام والقرع بالذات، بذر القرع يلي هو هيدا الابيض، بذر الابيض اليقطين كما يسمى ببذر حب الابيض، اقل سعرات حراريه. اقل شيء. اوكي. وفيه يعني كثير بروتين، غني بالبروتين وبالدهون واقل بالنشويات. بس مالح كثير، هذا الملح ما ياثر؟ نعم، عشان هيك يفضل انه الواحد يشتري او يتناول البذور خالية من الملح، بالذات اللي عم يشكو من مشاكل مثلا بالقلب او ضغط عالي، ضغط دم عالي، او اللي عندهم مشاكل في الكلى. عادة ما بننصحهم يكتروا من البذور، لازم يمتنعوا بالاحرى عنهم، لانه البذور غنية بالبوتاسيوم ومعظمها يعني فيها ملح كثير، فلازم ينتبهوا. طيب خليني اسالك عن هذا بذر شنو؟ هيدا بذر افغاني. افغاني اول مره بتصدق انا بشوفه، بس على كل حال هيدا نوع من انواع البطيخ الافغاني. كمان له العديد من الفوائد، غني بالفيتامين اي،
هذا مع لون اعتقد صحيح؟ مع لون بتصور حاطين بهارات ايه؟ نعم 100% في يعني بيخلطوا ملح وبهارات وفي فليفرز يمكن بتصور في باربيكيو فليفر هذه السعرات الحرارية لا اذا فيهم مش من السعرات الحرارية لا لكن من الملح من الملح يعني الواحد يحوش ضغط صح يصير في احتباس مي وممكن وجع مفاصل حتى مشان هيك لازم ننتبه لانه اوريدي الحميه الغذائيه تبعنا بتتضمن كثير ملح لانه معظم الاكل للاسف هلا اكل السريع اكل المصنع داخله ملح طيب يمكن ياسمين احنا نتكلم على الناس العاديين مو شرط اللي عاملين حميه فعشان كذا بنسال عن الكميات ويمكن الفصفص او الحب او البزر الصغير هذا من من الاشهر وهذا عاده انا يعني بلاقي صعوبه بصراحه والكميه لما تاخذينا من جيبينا وياك رايح هذه احلى صوغه من مصر طبعا هلا كمان فيه يعني زيوت وسعرات حراريه عاليه مشان هيك لازم ننتبه يعني دائما انا بنصح مش اكثر من نص كوب من البذور لانه كترتها ممكن تزيد الوزن وبعدين يعني الواحد احيانا ما بينتبه وعم يحضر مثلا برنامج بياكل او بيخلي الكيس جنبه مشان هيك انا بنصحهم دائما انه يخلوا شوي هيك كوب على جنب مش ياخذوا الكيس ويتناوله وياكلوا حتى يعرفوا شو الكمية اللي عم يتناولوها ما يتخطوا شكرا جزيلا ياسمين حداد اختصاصية التغذية يعطيك العافية